الكابة غلا في ليلة حمر جانا للا هاد عصر معدينا الحكامة للا في ليلة حمر جانا للا هاد عصر معدينا الحكامة للا هذا عصر مالينا الحكامة للا 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 للا. السلام عليكم يا متابعين ديالنا، كنتوما لاباس بخير؟ بشرى فات 9 شهور بس يومين على 10 شهور هكا قسم القلب قالت لي شحال عندنا ديال نمشيو نشريو شي نشريو الفكية. واش عندنا حنا ما نعملوش شي العواشر ولا؟ نعاد لي واش هاك لي واش خصك نعاد لي واش ماشي تدوز عليا يومين اختي ولا الفلوس ما كانوش عندي انا وعد وجيت الفلوس. السلام عليكم يا متتبعين ديالي، كيف نتوما لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى من الله كامل تكونوا بخير وعلى خير داخل الوطن وخارج الوطن. جباتونا ماشي كصبراطة نشوفوا الفاكهة شنو عاملة وكيفاش عاملة الدنيا تما والعواشر، يبقاو معنا وما تمشيو فين، غنشاركوا معكم كصبراطة والاجواء ديال العواشر. عواشركم مبروكة وايامنا ديما عواشر ما شاء الله. عواشر كيما كيقول خرج ديما عواشر. وانتوما معنا ما تمشيو. هذا عصر ما علينا الحكامة للا في ليلة حمر جانا للا هذا عصر ما علينا الحكامة للا في ليلة حمر جانا للا هذا عصر ما علينا الحكامة للا في ليلة حمر جانا للا هذا عصر ما علينا الحكامة للا في ليلة حمر جانا للا هذا عصر ما علينا الحكامة للا في ليلة حمر جانا هذا عصر ما علينا الحكامة للا زيد الميل وطيح حمر جانا للا هذا عصر ما علينا الحكامة للا زيد الميل وطيح حمر جانا للا عطينا ريالو ما يجيبي يا مو 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 ايوا لعبوا يا البنات صغر ما يولي 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 اللبانة عاشر جانا لما صلى عالنبي ما يجلس معانا اللبانة عاشر جانا لما صلى عالنبي ما يجلس معانا اللبانة عاشر جانا لما صلى عالنبي ما يجلس معانا هلو بانا عشر جانا لما صلى النبي ما يجلس معانا هلو بانا عشر جانا لما صلى النبي ما يجلس معانا عشورا مبركة مسعودة يا للا إذا الله واقفين معانا يا للا عشورا مبركة مسعودة يا للا إذا الله واقفين معانا يا للا عشورا مبركة مسعودة يا للا إذا الله واقفين معانا يا للا عاشورا مبركة مسعودة يا للا إذا الله واقفين معانا يا للا
عاشورا مبركة مسودة يا للا، إذا الله وقفين معانا يا للا، عاشورا مبركة مسودة يا للا، عاشورا مبركة مسعودة يا للا، إذا الله واقفين معانا يا للا. اللي شاركنا معاكم في كسب عراطة بعد ما وصلنا للدار وارتحنا، قلنا راني نشوفوا هاد الفطيرة خلطوها باش نعملوا عاشوري عاشوري، وعليك دليت شعوري، وخا صراحة العاشور فات هادي يومين وقيله ماشي بزاف، هادي عي يومين. المهم جبت عي شويه شويه من الحاجه، كنعرف الفطيرة الدراويش وصافي الفطيرة عيش بشويش من الحاجه، والله مبغيتش نجيب هاديك مخلطه، جبت عي شويه شويه هادي ديك بسرعه مخلطه، ايوا مخلطوها على يدانا. هادي جوج من عين نص كيلو، هذا سيدي شويه كيدير فيهم ملي كيدير القرقعه واللوز، يا الحيوان القرقعه واللوز غالي. هادي هذا مزيون، هذا عمل 18000، 18 شوية التفاح، شوية القرقع، وهذا النوا، شوية شوية من الحاجة، هذا الزبيب، صراحة خصني نجيب الزبيب كحل، وأنا جبت الزبيب هذا أبيض، تبارك الله شحال الزبيب جبت بزاف. وهذه الفطرة، هذه كتحمقني أنا، واخا قاصحة الصراحة ولكن كتعجبني. هاكا دور شاد الحلويات هادو ونخليهم حتى لاخر. جبت العليكة ضروري فلاش مستند الرسمي، شوية 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 تبارك الله، شوف الخير الخير. جبت هادو جبت هاد الزريعة هادي سريعة خلطة معاهم صراحه، الحاجه ما جبتها شي ما جبتش شي بيان بيان ما جبتوش، نسيت مع اليوم انا عييت والله العظيم عييت كندور في الصباراطه. بقاو معايا تنخلطوا هادشي هذا، شنو كيقولوا هاد الحلوى هادي نادية؟ والله ما نعرف، أنا ما كنكذبش ليكم معنديش مع هاد الحلاوي بزاف. هاد اللاحة نادية، هاد اللاحة، هاد اللاحة في وقتها، هاي البيتزا بس شفنا كنا شريناها، هاد البيتزا. هذا اللي كيكل ضروري، هذا اللي معروف ما كيحتاجش الفاكهه، هذاك هذا المساند الرسمي ديال الفاكهه. واه هذا بارك عليهم، هذا ضروري، هذا المساند الرسمي ديال الفاكهه، هذا هو الفاكهه ضروري ما تاكل انا ديالها انت. وهذه هي الفاكهه ديالنا، وكنتمنى من الله عواشركم ديما تكون عواشر مباركه، تدخل عليكم بالصحه والهنا وبالرزق وباش ما كتمناو. واللي اش نقول لكم، انا ديما كنقول لكم هذه الهضره هذه لان انا اللي كنحس بها، اللي كنقول اللي عنده الوالدين ديالو يتهلا فيهم
واللي ما عنده شيء الله يرحمهم ويدخل عليهم الرحمه والمغفره، حيت انا دائما كنبغي نقول لكم هذه الهضره هذه باش تفكروا الوالدين ديالكم اللي بعادين واللي قرابين، وخا يكون قرابين حداك ولكن انتينا كتكون ناسيهم، ما كتحسش بديك القيمه ديالهم. دابا انا كنحس بهاد العواشر ملي كتكون مناسبه عاديه شويه، ولكن ملي كتجي العواشر بحال هيدا كتفكر الوالدين، لما الوالدين، لان الدار الا خطاوها الوالدين شحال نقول لك يكذب عليك الكذاب، كتكون خاويه وخا يكونوا الاخوان وخا يكونوا اللي كانوا، ما كاينش حل لما الوالدين. اللي عند الوالدين ديالو يتهلا فيهم والله يخلي له الصحيحه ديالو، واللي ما عنده شي الله يدخل عليهم الرحمه والمغفره ويجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء. وكنتمنى الفيديو ديالنا اليوم يكون عجبكم وتهلاو لي فراسكم، ومع السلامه. والفيديو ديال اليوم كينتهي هنايا، الفيديوهات اللي ماجيه ان شاء الله يا ربي، وكنتمنى تقبلوا عليا وتشجعوني باللايك ديالكم والتعليق وكل شيء. كنشكركم بزاف على المتابعه، ومرحبا بالناس الجداد اللي دخلوا عندي، مرحبا بهم الف مرحبا، ومع السلامه.